السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على دي زاد مع قاضي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي الموضوع تاع هذه المره نهضروا على نغيس ككفاءه، هل اخطا وخاصه بعد استقالته من او اقالته من مولوديه الجزائر، هل اخطا بتصريحاته، هل تدخل فيما لا يعنيه، هل امور كثيره. ككفاءة نعترف بالكفاءة تاعو من بين المدربين الموجودين في الجزائر حاليا اللي عندهم كفاءة وكفاءة كبيرة في مجال التدريب، خاصة من الناحية العلمية، من ناحية التجربة، ومن ناحية الخبرة. ربما ناقص تتويجات، ربما للظروف كنا يعلمها أنه تقريبا من المغضوبين عليهم بين قوسين من خلال هذه الاتحادية، لأننا نعرف العلاقة تاعو ما بينه وبين الحاج محمد روراوة، وكان ضمن إطار الفني تاع غوركوف في وقت الحاج محمد روراوة، أمور كثيرة. لكن فيما يهم نروحوا لصلاحيات المدرب، ولا المدرب كسيبلة ولا كضاحية لكل التغييرات ولا لكل فشل إدارات. لكن في هذا المنطلق هنا إدارة الحالية لمولودية الجزائر لم تفشل، لأن مازال الوقت باش تفشل، مازالت البطولة، مازالت رابطة أبطال إفريقيا، تأهلوا داروا أول خطوة، كأس أو كأس الرابطة، يعني مازال كي بدينا نلعبوا. نروحوا خاوتي التصريع تاعو بدل ناقشوا اسكو نغيز غلط ولا ما غلطش، ونهضروا خاوتي ونتناقشوا. سمحوا لي خاوتي نقول لهم انه حنا القوانين المعمول بها على مستوى الرابطه ما فيش تصريحات بعد اللقاء، الا انه رانا نشوفوا تصريحات خارج الملعب. وان قلت انه ما تكلمتش على الرواتب، تكلمت على الميناء. هذا هو رؤيه فقط، هذا هو التصريح. كره القدم طيب، وحتى الرياضه كلها تمشي التحفيزات عادي جدا. حنا ما موش يعني خلينا اول مره وحنا نتكلموا، دائما كنا نتكلموا على بالنا بلي كاين مشكل في المال، على بالنا بلي الموسم هذا استثنائي يعني تاع كورونا، يعني كل الفرق تعاني ماديا. حنا كنا ندركوا هذا الشيء، ولكن تمنينا ان تكون مرافقه باش يكونوا النتائج اكثر، لان منذ بدايه الموسم وحنا ماشيين ودائما نتكلموا واللاعبين كانوا واقفين ودائما يخدموا، وانا كل مره ندفع من الامام ويتحفزوا يعني خاصه انتراساك وين بالديسكور كلش، ولكن الحق وقت وين لازم احنا هذا الفريق نرافقوه ونعطيوه دفعه اخرى. ولكن انا في اطار الرياضه ودائما كنا نتكلموا، كل المدربين يتكلموا في الجانب هذا، حتى وانا يعني بالجانب الفني ما خرجتش لجانب اخر، لان مادامني في الجانب الفني نتكلم على الجانب الطبي، نتكلم على الجانب المادي، نتكلم في ظروف رياضيه. شي اللي ما لعبوش لا شي اللي ما لعبوش منك شفت كلمة لحظة غضب ماشي بيان سور، تعرف الجزائري يعني طلع له الدم على الراس كيفاش ما يهضرش بعد نتيجة اللي ما كانتش مليحة في 5 جويلية يبقى ساكت جزائري ما المهم خاوتي كانت تصريحاته فيما يخص مولودية الجزائر أنه فريق كبير، أنه اشتغل وشكر، والمهم أنه شكر الإدارة الحالية اللي راهي تسير في إدارة تسير في مولودية الجزائر، وقال لك خدمت في الخارج وخدمت هنا أحسن فريق من ناحية التنظيمية، من ناحية الوسائل، من ناحية تقريبا توفير كل أمور اللوجستيكية، توفير أمور التدريب إلى غيره، من أحسن الأندية اللي خدمت فيها طولة مسيرتي الكروية. كذلك شفنا عبد النور بالخير صرح وقال أن كلام اللي خرجه نغيس احنا كنا نروحوا له نشكوا له، قال فوالا تحفيزات ما تحفيزات كذا وكذا وكذا. هذا الأمر يعود إلى إدارة مولودية الجزائر، لكن أين يكمن الخطأ؟ أنا في الوسمو على المدرب تجنب التصريحات، أمور خاصة أمور إدارية. يصرح كتقني، يصرح كفني، يصرح كمدرب مسؤول عن كل ما هو داخل الملعب وخارج الملعب فيما يخص اللاعبين، لكن الأمور الإدارية والأمور المالية لازم يتجنبها، وهذا معمول به في كل كما احنا نقولوا حتى في الرابطة سن قانون لعدم التصريحات. هنا هل كان نغيز بهذه التصريحات ونظيرا للأحداث الأخيرة كان كالشداء؟ بطبيعة الحال، لأن كل شيء يخدم نغيز، علاقته باللاعبين مليحة، علاقته بالإدارة مليحة، علاقته وخاصة بالنتائج تقريبا مليحة، لأن المنافسة على الدوري مازال بـ 38 مقابلة، يعني مازال غادي تلعب عام ونص كاع مع التأجيلات هذه، ربي يجيب الخير.
وخاصة أنه حقق أوبجيكتيف واحدة، أنه تأهل لدوري المجموعات. من المستحسن كان على إدارة الحالية لمولودية الجزائر تكالمي اللعب، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، تكالمي اللعب وترزن وتنسي الحالة شوي، وما تقيلش المدرب نغيز، ادخل ليه، ربما تعاقبه ماديا، تعاقبه وتعطيه كما احنا نقولوا خطايا مالية، ما على باليش تعطيه مثلا تعطيه انذار، تعطيه كذا، لكن نتيجة الأحداث اللي صارت يعني كان كبش فداء بصفة هذه كما احنا نقولوا كما والفنا أي إشاك للإدارة أو حاجة، أول ضحية يكون المدرب. لكن في قضية نغيز مع مولودية الجزائر وإدارة مولودية الجزائر، المشكل أنه مكاش إشاك، تخسر مات سينور ما تخسر البارسا، ريال، مانشستر سيتي، ليفربول، ويخسروا ماشي المولودية، لكن ليست الخسارة وإنما دخلت في أمور سياسية ولا أبعاد سياسية وحتى أبعاد اجتماعية عن طريق تهديد الأمني لمجلس أو إدارة سوناتراك. لكن أنا نغيز ككفاءة نقول له يا أخويا ما شاء الله كفاءة، واحد ما يطيقي يقيم ولا يهدر على كفاءة نغيز إلا إذا كان في مستواه أو كان لاعب دولي كبير أو كان كذا، عنده نفس التأهيلات والمؤهلات تاع نبي نغيز باش يواسو. هو كيهضر الحاجة اللي عجبتني خاوتي في نغيز، يقعد الكفاءة داخل الميدان وخارج الميدان. داخل الميدان ربما قالك انا تنرفت، هو شغل راه بينو وبين روحو حسب التصريحات، راه مستعرف، قالك كي واحد كي يطلع له الغاز للراس، راكم تعرفوا الجزائري يقول واش، ربما استدرك الخطأ ولا فاق بالخطأ وقالك انا ضد العنف في هذه الحصه، قالك انا ضد العنف، ضد كذا ضد كذا ضد كذا. والحاجه المليحه انه شكر الاداره الحاليه لسوناتراك، اشكر الاداره الحاليه وكذلك شكر جمهور مولوديه الجزائر، مولوديه الجزائر كفريق كبير، وقلما تشوف مدرب يخرج من الفريق يعطي تصريحات ايجابيه بهذه، خاصه في الطريقه اللي خرج بها نبي نغيز. يعني في المختصر المفيد خاوتي ان نبي نغيز ليس لعدم كفاءته او للتصريح تاعو، ربما لو صرح هذا التصريح وما حدثش شاصرا اللي راهم يقولوا ربما مومش انصار مولوديه الجزائر، ربما كذا وكذا، داخل فيها امور كثيره، قد شفنا سبق لانصار مولوديه الجزائر احتجوا، لكن ليس بهذه الطريقه. يعني الامور عند التحقيق ربما ولا ادري اين، لكن المهم سواء انصرا سواء مصراش، ربما لو ما حدثتش هذه الاحداث كان غيز مازال في البوست تاعو. اللي جا قالوا عمراني كذلك مدرب كفء ومدرب منضبط، يعني من غيز العمراني حاجة مليحة، كذلك عمراني يشهد له كما احنا نقولوا الداني والقاس انه مدرب كفء، وخاصة في العملية الانضباطية. اما نبي نغيز والله تشوف الكفاءة كيف يستعرفوا بها، حتى اللاعبين قال لك راه غايدنا لان احنا وصلناه ولا احنا واسيناه. الحمد لله خرجت بهذه الطريقة وطاحوا كما احنا نقولوا في واحد ولد فاميليا ومدرب كف، وهذه هي الرياضة. الرياضة لما تعلمكش لما تترباش منها هي لما مش ماشي تقريبا بنية صادقة بنية تاع الفريق. الرياضة قبل كل شيء خاوتي قلت لكم هي تربية، وهنا تشوف الكفاءة. الكفاءة قبل ما تتكلم توزن كلامها توزن وزنه، ربما الغلطة تحتسب عليه أكيد، والظروف ما خدمتش نغيز رغم التصريح انه خارج ولا مش من الصلاحيات تاعو، لكن الظروف اللي صرات والمشاكل اللي صرات عقب اقتحام جمهور مولوديه بين قوسين، او يقولوا جمهور مولوديه لان الجمهور مولوديه ما يحبش المضره مولوديه الجزائر. المهم صرات هذه المشكل، صرا هذه الاحداث، يعني نغيز ليست اقاله لفشل، ليست إقالة لنتائج، ليست إقالة لمشاكل مع الإدارة، ليست هي إقالة أحداث. المهم هذه في الطبيعة مضار، إحنا نشوف الإدارة نتيجة اللي شافي يقيل المدرب اللي سوفوري سانوم، لكن غيز لا هذا ولا هذا. الحمد لله إدارة كانت معاه إدارة مليحة وهو شكرها بحد ذاته، وهو كذلك خرج مدرب في المستوى كفاءة سواء خارج الميدان أو داخل الميدان، ونتمنى له يقبض نادي جزائري ويشرف عليه، ولا يقبض أندية أو منتخبات للشباب، هو مكون مليح إن شاء الله. نتمنى له كل التوفيق، والسلام عليكم خوتي وتهلاو في الله.